انتي راه تنشوف انا الدموع في عيني. لا ولدي كنشوف الحباب راه ديما باكي، انا كنبكي في الليل كنبكي في النهار ديما باكي. الكونات كنشوف ديما انا باكي وديما كتشوف واحد اللي سنت مع عندك وليدات مع عندك بنات مع عندك ما عندك اللي رد لك الولها ما عندك اللي مقابلك. انا بغينا نعيش بغيت العيشة وبغيت داك اللي قال لي الحنانة وبغيت صافي هادشي اللي كنطلب انا. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى، كنتوجهنا وحي أسفي في البادية، جينا القصة ديال أمي مالكة، أمي مالكة مول الجلابة هو السبب في هذه القصة. مشاهدينا الكرام أمي مالكة فاتت 80 سنة، كتب لها ربي تزوجات وفى الزوج حوالي 30 سنة ما عندهاش الوليدات، ما بقاتش كتقدر تمشي. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام غادي ندخلوا عند امي مالكة. السلام عليكم. كي داير امي مالكة لاباس؟ لاباس ولدي الحمد لله الحمد لله. الزوج توفى 30 عام ما عندكش الوليدات، ساكنة هنا بوحدك ما بقيتيش كتنوضي، عاودي لي امي. كان مع الجيران الناي كيتسخروا ليا كيعزنوا ليا كيطيبوا ليا صافي، ما عندي لا وليدات لا والو غير بوحدي. هاد الناس ضعوا بيا شويه تيعاونوا شويه شويه كيعاونوني على جيراني زينو كل اللي سخال الله على شي حاجه كيعاونوني بيا. لا مرات هكا كيعاونوني في الدواء يعاونوني في كل شيء. ولدي الحاله هي هادي الحمد لله. الزوج ملي توفى وما كاينش الوليدات لقيتي راسك بوحدك؟ بوحدي لقيت راسي بوحدي صافي، الوالدين ماتوا وكل شيء مات بقيت بوحدي ما عنديش شنو نقول لك اولدي نقول شي حاجه اللي الحمد لله. قولي لي اللي بغيتي يا مولك قولي لي قولي لي راه تنشوف انا الدموع في عيني. لا ولدي كنشوف الحباب راه ديما باكي، انا كنبكي في الليل كنبكي في النهار ديما باكي ديما ولدي كنبكي. مش حتى كنشوف بحال هكا الناس كنشوف ديما انا باكي وديما كتشوف واحد اللي سنت مع عندك وليدات مع عندك بنات مع عندك ما عندك اللي رد لك الولها ما عندك اللي مقابلك ما عندك الحمد لله شي اللي كنطلبو انا وصافي. كدير مع الصحيحه ديالك دابا كتنوضي ما والو؟ الصح شويه نبا نوض نبا العكاز نبا نوض نبا نكحز على ركابي نبا كل الخطر وعلاش. ولكن ركابك راه ما تتمشيش انت معلومات لي ما تتمشيش. ما متلاش كيقولوا لي عندك الفصل نشفو ليك تدوز كيقول لي الفصل عندك نشفو ما بقاش بالزيت. والحمد لله ولدي الحمد لله ممكن يقول لك من ندوز تاني قالوا لي عندك البروده عندك ما حزيتش المرض ديالي كيفاش حزيت وسولتي. شنو الحاجه اللي خاصك امي مالك قولي لي. وا ولدي خاص لي سن ما يعيش حتى يموت شي اللي كاين شي اللي كنطلب انا. الله يعطيك صحيحتك يا امين ولدي حنا وانتوما ولدي حنا وانتوما تما الله يعطيكم صحيحتكم وطول. مول الجلابة كيعرف الناس اللي قالوا ليه امي مالكة دعوا عليك وغادي يجي لعندك وغادي يساعدك في هذا الشعبان الرمضاني. لا بغى الله لا بغى الله ولدي لكم الله وبغى الله ولدي. بسم الله بسم الله لا بغى الله ولدي الحمد لله ولدي داك اللي قال لي لي ثاني عيش تيزيد. انا بغينا نعيش بغيت العيشه وبغيت داك اللي قال لي الحنانه وبغيت صافي هادشي اللي كنطلب انا كنطلب الحنانه من هادشي اللي كنطلب. الله يسترك امو مالك امين ولدي استنى العباد كلها ولدي استنى العباد كلها ولدي. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام حنا وانتوما ولدي الله يسترك امو مالك. مشاهدينا الكرام الدنيا غدارة
اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. الكلمه الاخيره اللي قالت لي مسكينه انا قالت لي كنطلبها الحنان، والحنان ما كيعطيهش ربي كل شيء. هذا امتحان في الدنيا. الزوج توفى حوالي 30 سنه ما عندهاش الوليدات. المهم اللي كانت مسكينه القمه في المعاناه كبرات. هي في القريه هنا في العروبيه الناس كيساعدوها مره مره وفق المستطاع، ولكن ما كتقدرش مسكينه تنوض كبرات في 80 سنه. مشاهدينا الكرام، دورنا هو ايصال صوت هاد الناس للمساهمه في الاجر مع الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، الحنان كما قلت في السابق ما كيعطيش ربي لكل شيء، ولحيد لك رب العالمين صعيب في الدنيا، لانه الدنيا هي اختبار وفي الاخير حسابك مع الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، حلقه اخرى ان شاء الله تبعوا معي.